بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأمين. النهاردة حلقتنا من العيار الثقيل هيكون فيها مفاجآت كتيرة، وكمان موضوع مهم جدا يهم كل الناس والمشاهدين، هو موضوع تذبذب الأسعار والسلع الخضار والفاكهة. وزي ما أنتم عارفين ناس كتيرة بتشتكي من زيادة الأسعار ومش عارفين إذا كانت الزيادة ديت نابعة من جشع بعض التجار ولا بالنسبة ليها هي دي زيادة دي فعلية. فاحنا النهاردة في برنامجنا بنتكلم وبنلقي الضوء على الأمور دي كلها، وبنتكلم باستفاضة، وبرنامجنا هو برنامج صناعي وبنتكلم فيه عن كل الأمور كلها، برنامج صناعي مهني. فبالنسبة لينا لا بيهتم بكل الأنشطة إذا كان تجاري أو صناعي أو مهني. وبلدنا تقوم وتبقى أحلى بلد في الدنيا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وبنشكر برضو ردود الأفعال من مشاهدينا الكرام اللي هم يعني فرحونا كده بردود الأفعال ومتابعتهم معانا على الصفحة بتاعتنا، وفريق العمل كان متواصل وكان قايم يعني بعد فضل الله مع المشاهدين، وكان فيه اهتمام كتير جدا من مشاهدينا، وكنا بنلقي الضوء وكنا موجودين معاهم خطوة بخطوة لحد ما وصلنا النهاردة اهوت، يعني بفضل ربنا بنتكلم. برضو كان دوت نابع عن المشاهدين بتوعنا الكرام، كانوا عايزين يتكلموا في زيادة الأسعار في موضوع الخضار والفاكهة، فقلنا لا، البرنامج بتاعنا هو برنامج بالنسبة لي بيتكلم باستفاضة وبيتكلم في كل المواضيع. ولما يكون معانا ضيف جميل بفضل ربنا سبحانه وتعالى استاذ حادي من نجيب، ده هيتكلم باستفاضه في الامور اللي هي كخضروات وفاكهه، يعني نائب رئيس شعبه الخضار والفاكهه بالغرفه التجاريه. الراجل ده يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى راجل جميل جدا، وراجل الله اكبر عليه، يعني حد اسطوره، وهو ده اللي هيقدر يلقي الضوء وهيكلمنا وهيكلم معانا باستفاضه وهيلقي الضوء لبعض الاسئله اللي المشاهدين وصلونا لينا الاسئله ديت. وهنشوف برضو مفاجاه حلقتنا النهارده، هنتشرف في الحلقه بتاعتنا بتقرير مهم جدا من معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور المحترم اشرف صبحي، واللي ليه دور كبير جدا في الانشطه الرياضيه والشبابيه. وبجد دكتور اشرف صبحي بيجسد مقوله الراجل المناسب في المكان المناسب. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، تابعونا. الدور اللي بتلعبه ادوار كبيره جدا، احنا ازاي ندخل الشباب في الرياضه. هو الرياضه بتبدا من قبل 4 سنوات، يعني في بعض الالعاب علميا يعني احنا عارفينه بتبدا قبل 4 سنوات. احنا عندنا الجمباز، عندنا السباحه بتبدا قبل 4 سنوات، بيبدا من بعد 6 سنوات لغايه تقريبا 11 سنه مجموعه من الالعاب او الرياضات بتاخد شكل، وبعد كده الباقي اللي هي الاعمار المختلفه. فهي المراحل المختلفة اللي احنا بنشتغل فيها على التنمية والتنشئة المتكاملة للنشء والشباب، بنشتغل من خلال الرياضة هذا الدمج وهذه التنشئة. يعني الإنسان الرياضي الرياضة بتقومه من ناحية أو النواحي البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. سلوك الرياضي أكيد بيختلف عن سلوك لا الرياضي. ليه؟ لأن الرياضة بتهذب هذا الجانب، جانب الشيب الشكل البدني والقوة العقلية والقوة البدنية، أكيد الرياضة بيحصل لها تأثير. الفرد دايما في مع فريق بيسمع كلام المدرب بتاعه، ليه أمل وليه هب وليه نموذج يحتذى به. الجانب الاجتماعي بتلعب فيه دور الرياضة بشكل كبير جدا. تحفيزنا للشباب ان هو يكون من خلال الرياضة مواطن صالح عنده ولاء لبلده، هو ده الرسالة السامية. عشان كده احنا بنعمل المشروعات القومية اللي بنبدأ بيها، ولو في جزء فوق في الرياضة القمية في رياضة البطولة طبقا للقوانين في بينشأ خلافات واختلافات، بنحاول ان احنا ننزل شوية للمستوى الأكبر، نركز. الوزارة استراتيجيتها بتختلف، بندخل لحل المشاكل فيما يرتبط بالدولة والبلد، وان ما يكونش في قدوة غير صالحة. أنا داخل أساسا بفكرة وعرضتها واتعرضت، وإزاي ان احنا نطور وما نرتبطش بعمل بيروقراطي. مراكز الشباب شيء مهم جدا جدا جدا، وشفنا يعني سيادة الرئيس اتكلم كتير جدا استراتيجية بناء الإنسان. فمراكز الشباب هي الشيء الحيوي
زي الجسم ما فيه عمود فقري، زي الجسم ما فيه يعني سباينال كورد، ده النخاع الشوكي اللي بيمر فيه الكهرباء من المخ في كل حاجه. مراكز الشباب موجوده في كل حته، موجوده في المستوى الاقتصادي الاجتماعي العادي والمتوسط والعالي، ده مراكز الشباب. موجود في البدو والريف والحضر، موجود في المتعلم واللا متعلم، موجود في الاسر بانواعها. اهتمامنا بمراكز الشباب هو اهتمام بالشعب المصري. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنرحب بضيف حلقتنا النهارده الاستاذ حاتم نجيب، رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بالغرفه التجاريه. منورنا استاذ حاتم، منور القناه بتاعتنا الجميله النهارده وبرنامجنا. اهلا بحضراتكم بالساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بصحه وسعاده. اولا بس بدايه، انا نائب رئيس الشعبه مش رئيس الشعبه. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا سعدت بالمقدمه اللي انت قلتها. الناس بسطاء جدا، ولكنها بنحافظ على استقرار المواطن المصري. انت قلت فيه ارتفاع في الاسعار. تمام. مصر الان ما فيهاش ارتفاع في الاسعار. تمام. فيها انخفاض في الاسعار. تمام. فلابد ان احنا نقول ده للساده المواطنين، حتى يعلم كل مواطن ان احنا عندنا انخفاض في الاسعار نتيجه توسع في المشاريع الزراعيه اللي قامت بها الدوله في الاونه الاخيره، ثم كمان زياده المعروض من الانتاج اللي انعكس بشكل ايجابي على المواطن. تمام. وادى لانخفاض الاسعار تدريجيا، وده اللي حس بيه المواطن، مش بقى في الخضار والفاكهه بس، في كل السلع زي اللحوم والدواجن والاسماك، وكل ده بيؤدي لاستقرار حاله الشارع المصري والمزاج العام عند الشعب المصري. تمام. هو نفسنا برضه استاذ حاتم الاسعار ترجع زي الاول كده ما كانت الاسعار، يعني حنينه شويه. كل ما نبقى نشتغل اكتر. تمام. ونتوسع في مشاريع زراعيه اكتر. تمام. ده هيؤدي لنا لاستقرار داخل الاسواق، وكمان نزود من صادراتنا. يعني احنا عندنا الصادرات السنه دي الحمد لله رب العالمين 4,800,000 طن زيادة عن العام الماضي. تمام. أدى يعني احنا عايزين نحافظ على ان احنا نقلل نسب التضخم. تمام. وكمان نخلق فرص عمل من خلال المشاريع دي، اللي طبعا تعلم جدا ان المشاريع الزراعية دي بيبقى فيها كل اهلنا من الوادي او من الدلتا اللي بيشتغلوا فيها. تمام. وكمان المراكز البحثية. تمام. لدى وزارة الزراعة هي دي برضو قائمة مع الشركة الوطنية للقوات المسلحة، خدمة الوطنية للقوات المسلحة للزراعات المحمية. أي. بتعمل توازن مع المراكز البحثية، بتعمل لنا انتاج زراعة نظيفة، يتمكن المواطن من خلال هذه الزراعة ان يحصل على منتج عالي الجودة بأسعار في متناول الجميع. تمام. وكنا عايزين برضه استاذ حاتم في يعني بالنسبه لينا في البدايه كده، كنت عايز اعرف اخبار السوق ايه في الاسعار، يعني بالنسبه لينا في الاسعار عامه احنا اللي احنا فيها دلوقتي. احنا النهارده بتشهد الاسواق انخفاض ملحوظ من 15% لـ25% في بعض السلع، وفي سلع اخرى كانت العام الماضي بتقل السنه دي عن العام الماضي بنسبه من 30% لـ50%. تمام. يعني على سبيل المثال زي مثلا ازمه البطاطس. تمام. اللي كانت حصلت ارتفعت العام الماضي وصلت لغايه 17 جنيه 18 جنيه. تمام. النهارده البطاطس داخل اسواق الجمله من 5 جنيه لغايه 6 جنيه، فاحنا النهارده بنتكلم في انخفاض ما يزيد عن متاسف عن ال 40%. ده بيؤدي لايه؟ المواطن بيحصل على سلعه في متناول الجميع. تمام. وايضا الطماطم اللي كان فيها ازمه العام الماضي، السنه دي الحمد لله رب العالمين الازمات دي كلها. تمام. الحمد لله الدوله اتخذت اجراءات، الاجراءات. تمام. دي بقت على ارض الواقع بفضل الله تعالى. تمام. ومجهودات الناس اللي هي توسع في المشاريع الزراعيه زي ما. تمام. ذكرت، وايضا صغار المنتجين. تمام. اللي توسعوا في الزراعات من خلال الظهير الصحراوي لكل محافظه. تمام. ده ادى لاتزان وزياده المعروض من الانتاج، هو انخفاض الاسعار. تمام. هو في رقابه استاذ حاتم بالنسبه للاسعار، يعني بالنسبه للاسعار اللي بتنزل في السوق ديت، هل في رقابه عليها؟ طبعا احنا سوقنا، عشان بس يبقى الجميع يعلم وكل مواطن بيسمعنا دلوقتي، احنا اليات العرض والطلب هي الحاكمه للاسعار وللاسواق. تمام. احنا سوقنا مفتوح، اليات العرض والطلب هي الحاكمه. تمام. ولكن احنا بنقول التوسع في المشاريع الزراعيه ليه؟ النهارده هيعيد علينا زياده صادرات، وهيعيد علينا كمان السوق المحلي لن يتاثر بزياده المعروض من المنتج نفسه، ويبقى في عندنا داخل السوق المحلي انخفاض في الاسعار. تمام. في متناول الجميع، المواطن بتاعنا اللي هو احنا بنستهدف المتاسف الطبقه المتوسطه او الاقل من المتوسطه. ليه احنا بنقول الطبقه المتوسطه واقل من المتوسطه؟ لان الظهير الاكبر من الشعب المصري هي الطبقه دي، فاحنا. تمام. عايزين نحافظ على ده من خلال زياده المعروض من الانتاج، وكمان زياده صادراتنا اللي بتعيد دخل على المنتج الزراعي، يتوسع في زراعته ويبقى فيه دخل مناسب ليه، من خلال هذا الدخل هو يقدر يبقى السوق المحلي بقى لن يتاثر بانخفاض الاسعار، لان احنا برضو عايزين يبقى فيه لدينا لما يبقى عندنا زياده معروض من اي منتج يبقى عندنا كمان تصنيع غذائي. اسواق افريقيا الواعده، احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين لدينا اسواق بتتفتح جديده في افريقيا. طيب. لابد يبقى احنا نتوسع في هذه الاسواق من خلال التصنيع الغذائي، وكمان صادراتنا اللي بتزيد من الخضر والفاكهه داخل هذه اوروبا. أيوة. والموالح بتاعتنا اللي هي بتمتاز باعلى جوده عالميه، كمان التمور احنا. تمام. اكبر منتج تمور في العالم. هل احنا بنصدر للعالم الخارجي؟ طبعا. احنا الحمد لله رب العالمين عندنا الموالح. تمام. بنسبه حوالي ما يزيد عن فوق المليون و800 الف طن، مليون و800 الف طن موالح بس. تمام.
فاحنا بنأكد بقى ان 4 مليون أيوة. و800 الف طن من بقيه الاصناف الاخرى، يعني 3 مليون طن أيوة. زياده في صادراتنا من بقى زي البطاطس، زي البصل، زي أيوة. الفاصوليا، زي الفراوله، زي أيوة. كل ده بيعمل اتزان داخل الاسواق من خلال التوسع في المشاريع الزراعيه. لما يبقى في عائد للمنتج نفسه في خلال من خلال هذا اللي انا بقول عليه ده تمام. يبقى توسع في المشاريع الزراعيه يؤدي ان السوق المحلي ما بيتاثرش، يبقى في انخفاض في اسعار تمام. المواطن بيشعر ان في انخفاض في الاسعار، وكمان عندنا زياده صادرات، كمان نحافظ على تمام. استقرار داخل السوق الخارجي، لان احنا عايزين اسف زي ما انا قلت اسواق افريقيا الواعده دلوقتي هي اللي مصر لابد ان هي تستهدفها تمام. لابد ان احنا نتوسع في هذه الاسواق. اوروبا تمام. بتحب جوده الخضار والفاكهه المصريه، مجلس التعاون الخليجي، دول شرق اسيا، الصين احنا صدرنا أيه. كميات كبيره جدا من العنب داخل الصين، في ما فيش دوله في العالم دخلت الصين ونجحت تمام. احنا دخلنا بصادرات مصريه لان المنتجات بتاعتنا بتمتاز عالميا زي ما انا قلت تمام. وباكد على هذا الكلام مرات ومرات، التوسع في المشاريع الزراعيه. كمان عندنا برضو صغار المنتجين، لابد ان انا في كل لقاء وفي كل مكان انا بطلع فيه وبتكلم بقول صغار المنتجين ده العمود الفقري للشعب المصري أيه. ما فيش دوله في العالم ما بتحافظش على المنتج بتاعها، لابد أيه. يبقى المنتج بتاعنا ده نحافظ عليه من خلال الارشاد والثقافه الزراعيه والوعي الكامل ليه، لان اليات العرض والطلب زي ما انا قلت هي الحاكمه الاسواق. وكمان لما عندنا قله معروض في منتج بعينه معين، زي مثلا انتهاء العروه الصيفيه وبدايه العروه الشتويه، الفجوات ما بين انتهاء العروات دي لابد تتدخل الدوله تمام. في المنافس، زي ما احنا طرحنا كده مع يعني مع الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه مبادره كلنا واحد، جهاز الشرطه اللي عملت عمل جميل جدا تمام. كمان الشركه القابضه للرصاصات الغذائيه نيل والاهرام وجمعيتي برضو في وقت من الاوقات عملت توزن. عايزين بقى نتوسع منظمات المجتمع المدني تمام. ده دورها يعني احنا زي كنا بنقول الصحه والجمال، الصحه والجمال في الطعام ايوه، مش في الميك اب ولا لا أيه. ده مهم، ده مهم أيه. ولازم، لكن أيه. الطعام صح. زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى نعم. فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونعم بالله. أستاذ حاتم، ايه هي الخطوات اللي هي اللازمه للوصول لحل مرضي لجميع الاطراف بالنسبه للمستهلك والراجل اللي هو اللي عنده الارض والراجل يعني ايه اللي احنا ازاي نوصل لحل مرضي لكل الاطراف؟ واحد، لابد التوسع في المشاريع الزراعيه، لابد الحفاظ على المنتج الزراعي وتحديدا صغار المنتجين، لان دول العدد الاكبر ودول اللي بيزرعوا على ارض الواقع ودول اللي بيتعبوا. وكمان لابد ان احنا نزود من صادراتنا من خلال التوسع في هذه المشاريع زي ما انا ذكرت بقول ده عده مرات ليه أيوة. لان انا عايز البطاله تقل تمام. كل ما يبقى عندي توسع في المشاريع دي كل ما احنا بنبقى في فرص عمل للشباب تمام. كل ما يبقى عندي توسع في هذه المشاريع كل ما التضخم يقل، كل ما يبقى في توسع في هذه المشاريع عجز الميزان التجاري نفسه بيقل تمام. لان انا عندي فجوه كبيره في عجز الميزان التجاري، عندي عجز كبير لازم نقلل العجز ده من خلال زياده صادراتنا يدير علينا عملة صعبة زي ما احنا بنقول وده يبقى ينعكس على المواطن في كل بقى زي انخفاض ارتفاع الجنيه قدام الدولار، كل تمام. ده بيسبب حالة تمام. من ارضاء المواطن للشعب المصري تمام. النهاردة المواطن داخل مصر تمام. بيقول انا عايز الصبح الاقي الخضار والفاكهة في متناول ايديا، لان تمام. طبعا الاجور برضو احنا مش هنقدر ننكر مصلحات اقتصادية اللي قامت بها الدولة أيوه. كان فيها بعض القسوة شوية أيوه. ولكن ده دواء مر كان لابد منه تمام. ولكن المواطن المصري تحمل ده لابد ان احنا بقى عوائد الانتاج اللي احنا بنقول من خلال التوسع في المشاريع الزراعية دي، عوائد الانتاج تعود لمين؟ للمواطنين اللي تحملوا الدواء المر ده تمام. لابد ان احنا نساعد كل مواطن، نساعد كل أسرة تمام. مصرية. بنساعدها ازاي؟ بالتوسع في المشاريع الزراعية تمام. وزيادة التصنيع الغذائي والمشاريع القومية اللي احنا بنشوفها على أرض الواقع، زي شبكات الطرق اللي بتوفر لنا ان احنا يبقى في مستثمرين في سواء في المشاريع الزراعية او المشاريع الاخرى، التشييد والبناء، كل ده جميل، ولكن عايزين تكامل مجتمعي تمام. بمعنى ايه تكامل مجتمعي؟ تمام. كل واحد يؤدي الدور اللي عليه. النهارده الشباب يعني متاسف اشقائنا السوريين لما جم الى مصر واشتغلوا تمام. نجحوا ومحدش ساعدهم، احنا عايزين الشباب المصري بدل ما قاعد على الكافيهات اتفضل في بالضبط. فرص عمل لدى الدوله، في مشاريع قوميه دلوقتي بتشتغل، في تمام. مشاريع على ارض الواقع حقيقيه، العاصمه الاداريه الجديده تمام. عندنا الجلاله الجديده، عندنا المكل اكتر من ما يزيد عن 20 مدينه جديده الحمد لله رب العالمين تمام. السنه دي يعني في بعض المشاريع ست رئيس افتتحها، في مشاريع يعني هتفتتح في خلال الايام القليله اللي جايه دي تمام. احنا عايزين يا ريت الشباب يسمعنا ان احنا دلوقتي عايزين نتوجه للعمل. مصر مش هتتقدم غير بالعمل بزيادة الإنتاج، ده اللي احنا عايزينه. أما بالنسبة لحلقات التداول من خلال المنتج تمام. الزراعي تمام. ثم المستهلك، احنا بنقول في حلقات كتيرة تمام. جدا ما نقضيش على أصحابها أيوه. ولا القائمين عليها، ولكن نعيد بالزبط. ترتيب وتنظيم التجارة الداخلية تمام. ونرفع الأسواق العشوائية بالزبط. ونستبدلها بأسواق منظمة تمام. ومرتبة تعيد علينا على الدولة تمام. دخل، ونعمل زيادة تنافسية تمام. يشعر بها المواطن.
تمام. وبرضه فكره برنامجنا وصحاتم اللي هو بينشط الشباب اللي هو يتجه للعمل والشغل اصل النهارده الشاب المصري عايز يبقى فيه وظيفه. تمام. اولا احنا لدينا دلوقتي فرص عمل كتيره جدا في كل المجالات، مش لازم انت تستنى الوظيفه، قوم اتحرك. تمام. اشتغل. تمام. في كل في اي مجال يعني. تمام. انا بقول اشقائنا السوريين. تمام. النهارده عملوا كافيهات. أيوه. مطاعم. حلويات. تمام. في مخللات، كل حاجه بيشتغلوا. تمام. فيها ما بيستنوش حد يساعدهم. الشاب المصري النهارده يا ريت يتوجه للعمل، اي أيوه. سوق في العمل النهارده. تمام. الحمد لله رب العالمين. تمام. في نظره من خلال الدوله للتعليم الفني، لابد ان احنا نحافظ على ده ونوسع في من التعليم الفني. لابد سوق العمل عايز ايه بالظبط؟ التجاره. تمام. الصناعه، السياحه. تمام. واخد بال ساعتك الزراعه. انا عايز يبقى لدينا حاجه فيها تكامل. تمام. لان احنا مصر بلدنا مصر عظيمه. نعم. تمام. ولكن هتبقى اكبر واعظم بالعمل، بالعمل والشغل بالعمل والاتقان، لان انا ما اشتغلتش واديت حق الارض دي. تمام. احنا اكبر. تمام. اكبر سله غذاء في العالم مصر. بالظبط. ده مصر دولة زراعية. تمام. لكن احنا تراجعنا ليه؟ لان الناس سابت الزراعة. تمام. وراح جاب توك توك وراح. تمام. جاب مش عارف ايه الكلام. بالزبط. ده مرفوض دلوقتي. صح. احنا عايزين ناس تشتغل، عايزين ناس تنتج، يبقى. تمام. في انتاج، العائد اللي هيعود عليك وعلى اسرتك هيبقى كبير. تمام. في تصنيع غذائي، في اسواق جديده كبيره جدا. بالزبط. دلوقتي احنا داخلينها، لابد. بالزبط. الناس تفهم كده، الشباب. تمام. نفسه يبقى عنده امل. تمام. عنده طموح. بالزبط. يعني انا عايز اليقين يبقى داخل جوه. يعني سيدنا موسى بني اسرائيل قالوا انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ليه؟ في يقين. لابد نرجع لليقين ده. صح. يعني صد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليد يحبها. تمام. الله ورسوله. أيوه. اليد الخشنه من العمل. فاحنا عايزين الشغل. واذا كان. صح. الصحه والجمال. تمام. الصحه والجمال تيجي من. صح. ايه؟ من اكل النظيف. بالزبط. الزراعه النظيفه. صح. يمكن. تمام. اعلى حاجه في مستحضرات التجميل بياخدوها من الخضار والفاكهه. صح كده يا فندم؟ فاحنا يا ريت بقى يحافظوا على الطعام. بالزبط. ده ويسبوه. وهنطلع دلوقتي ناخد تقرير خارجي يا استاذ حاتم باذن الله، ونشوف مع بعض كده اهوت النبض بتاع السوق الخارجي في النسبه في الفاكهه والخضار والاسعار، ونشوف كده الجمهور كده معانا بيتكلم. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. بالنسبة للطماطم 5 جنيه، بالنسبة للخيار 8، الفلفل 8، البتنجان الرومي، بتنجان عروس ابيض محشي وبتنجان عروس 8، والكوسة 8، والجزر 8، البصل 7 جنيه، الالوان 15، فلفل حامي 8، القرنبيطة ب 10 جنيه، الكرومبة ب 15 جنيه، الفاصوليا ب 10، البصل الاحمر ب 8، الكابوتشا ب 5، الكرومب الاحمر ب 5 جنيه، حزمة البصل ب 2 والقصاية ب 2 جنيه. بتنزل الاسعار عشان خاطر احنا بقينا في الشتاء والخضار الشتوي بينزل، والصيفي اللي هو زي الورق العنب والباميه اللي الست بتسال عليها دي، دول غاليين وخلاص مروحين من السوق. اسعار الطيور البلدي دلوقتي وصلت 35، الطيور البيضاء وصلت 25، البط وصل 45، الحمام وصل 50، البنيه وصل 60، كل حاجة ايه رخصة، مفيش الا الارانب اللي هي عالية شوية ايه بتتباع ب 55 60، بس مفيش حركة، مفيش بيع، مفيش كده. اسعار السمك الاسبوع دوت تعتبر ثابتة نسبيا ما عدا البلطي. البلطي نزل 5 جنيه، كنا بنبيع ب 40، النهارده ب 35 جنيه. الاسعار الاسماك البحار هي اللي في زيادة، يعني الدراك وصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيفنا الجميل أستاذ حاتم اللي منورنا ومشرفنا. يا رب يخليك يا فندم، ربنا يكرمك. رب يحافظ عليك. بالنسبه للاسعار استاذ حاتم كده ايه الاخبار؟ احنا قلنا اليات العرض والطلب هي الحكيمة الاسواق، لكن احنا بنتكلم في الفاصوليا. لما اخويا العزيز اللي كان في التقرير وقال ان الفاصوليا ب 10 جنيه، الفاصوليا كانت ب 25 جنيه. تمام. احنا قلنا في اسعار انخفضت من 15 ل 25%. الجزر اللي قال اخويا العزيز اللي هو ب 8 جنيه، الجزر دخل اسواق الجمله ب 4 جنيه. تمام. فده في مبالغه شويه في الاسعار. بالطماطم ب 5 جنيه، الطماطم دخل اسواق الجمله من جنيه ونص لغايه 2 جنيه ونص، ففيها بعض المبالغات، لان في اسواق في احياء شعبيه واسواق في احياء عشوائيه وفي اسواق احياء راقيه. كل سوق من دول ليه سعر على حسب الجوده اللي بتروح له. فاحنا بنقول ليه يبقى لدينا تنظيم في التجاره الداخليه زي ما ذكرت، قلت بعيد تاني هذا الكلام، لابد ان ترفع الاسواق العشوائيه ويستبدل مكانها اسواق منظمه ومرتبه، سهوله في الرقابه عليها والوصول اليها. لماذا؟ يبقى في زياده تنافسيه. كل ما يبقى عندنا زياده تنافسيه كل ما يبقى في انخفاض في الاسعار والمواطن يشعر بده. ت
تمام. وفي نهايه حلقتنا صحيح انت حابب تقول ايه برضو يعني نختم بيه الحلقه بتاعتنا؟ والله انا عايز حابب اقول حاجه واحده بس، ان احنا نشتغل وننتج. لو احنا اشتغلنا وفي لدينا انتاج هنتوسع في مشاريع كبيره اكبر من اللي انتوا شفتوها والمعلومة عنها. في مشاريع انتوا لسه ما يعني الشعب المصري لسه ما تمش الاعلان عنها، في مشاريع كبيره جدا للشباب، في فرص عمل كتيره جدا من المشاريع القوميه او من الطرق او من الزراعات او كل اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي من مشاريع قوميه، في فرص عمل كبيره جدا. يا ريت الشباب ان رجاءا من كل شاب النهارده ما يقعدش يستنى وظيفه، يسعى ان هو يعمل، ان العمل هو اللي هيخلي مصر تبقى في دوله عظمى وتبقى في قمه دايما، ويا رب يحافظ علينا وعلى مصر وتحيا مصر بشعبها بقيادتها وبجيشها. وفي نهايه حلقتنا بنشكر ضيفنا الجميل استاذ حاتم اللي مشرفنا ومنورنا، يا رب يخليك ربنا يحفظك، وضيف يعني يا رب يخليك، يعني نقطه كبيره قوي لبرنامجنا الجميل. يا رب يخليك يا فندم يعني يحفظك ربنا، الله اكبر، ربنا يخلي حضرتك. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جايه باذن الله ومعانا ضيف جميل وحلقه جديده، وبنحاول نتكلم في كل اي حاجه انتوا عايزينها بنتلقاها منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.